الوغ الهوليوود سمايل هذا كنسمعوا هذه الهضره بزاف ديغنييرمون. اول حاجه بدا الناس خصهم يعرفوها سي كو سنان ماشي غير الاستيتيك، سي فري كو الواجهه ديالنا هي السنان ديالنا، هي الضحكه كتكون مقبول عند الناس، ولكن قبل ما اننا نديروا شي حاجه لاستيتيك خصنا نشوفوا سكون ابير حنا تو سكي فونكسيونيل، سادير كو اي حاجه اللي كتخدم لينا هذا على الفم ديالنا على الفك ديالنا، واش عندنا شي مشاكل تحت منهم، عاد كنشوفوا لو كوتي استيتيك. لو هوليوود سمايل سكون ابير ان جينيرال كوم سا هما سي دي فاسيت كيكونوا سي دو كا بار كا، ماشي اي واحد يقدر كيجي وكيديرهم. خاص اول حاجه يكون اون كونسلطاسيون مع لو ميتان ديالكم، كيدير لك اون اناليز ديال لو فيزاج، كيدير دي اناليز وحدين اخرين ديال دي راديو ايتترا باش كيعرف واش لو كا الي ادابتي ولا ماشي ادابتي. دونك قبل ما نمشيو عند اي واحد ونمشيو لشي بلادات وحدين اخرين ونديرو فيهم لي سوين دونتير ديالنا ونمشيو نقادو غير ليستيتيك، نشوفو لي ميتان ديالنا حنا هنايا يديروا معنا تتبع ديال لو كا، وملي كتكون لا نيسيسيتي ديال اننا نديروهم راه نقدروا من بعد نديروا